الحمد لله الحمد لله كان غيسكت لينا القلب وعندهم واحد الحراره كبيره ولكن الحمد لله يا ربي ربحنا الحمد لله. بصراحه الماتش الاول ما كانش تلهيه جو بونس في الميطا الثانيه فاش دخل بوفال تحركات القضيه شويه كانوا لي زوكازيون. كنتمنى ان هذا يكون هو الماتش الوحيد اللي غادي نديرو خايب. كوت ديفوار خصنا شويه نقصحو والحمد لله هذه هي كره ملي كتربح في الوقت اللي تيكون صعيب احسن. دونك فاش ملي نكونوا مزيان نربحوا ان شاء الله، غنربحوا ان شاء الله كوت ديفوار جنوب افريقيا. مازال باقي نهار تكمل كاع المباريات ولا ترجع؟ غنتفرج الماتشات كاملين ان شاء الله، زعما دي بوان المنتخب واش انا ما بغيش يرجع معايا زعما الا كنت غنتفرج ثلاثه ونمشي نمشي انا ويبقاو هما ان شاء الله يكملوا. يلا وصلتي في هذا اليوم ولا قبل؟ وصلت هذه يومين لمصر على قبل لا كومبيتيسيون وعندي خدمه مع واحد لوبيراتور كنديروا دي فيديو وجاي نشجع المغرب حتى انايا. كاين شي جديد؟ ان شاء الله قريب قريب كاين جديد اللي كنوجدوا ليه رمضان الجاي ان شاء الله. وكاين لاسين مع لا تروب ايكو هيثم مفتاح زهير زائر سيف الدين عمر فلكي ومحمد فاتح وان شاء الله كاين بزاف ديال العروض. رساله ديال الجمهور اللي حاضر هنايا في مصر اي واحد غادي يضرب الطريق باش يجي يشجع المغرب غادي تقول له شكرا. ماشي ما تيهضرش عليك انت زعما ما عرفتش هذا هو ذاك النوع اللي تيدخل تيدير هاو ويمشي اش بغيتي تبان اش اش ها هو هذا راه بغى يبان خاصو يبان صح خاصو يبان هذا مشجع المغرب وبغى يبان. شكرا هذا من شكرا لك اسيدي. شوف اما غنشكر الجماهير المغربيه شكرا لهذا السيد هذا حيت جا المغرب بوحدو الاخرين ما شكرا شكرا مزيان صافي مبروك مرحبا الله يبارك فيك مرحبا.